السلام عليكم ورحمة الله. فيديو هذا أنا هتكلم عن تجربتي ورحلتي العلاجية مع الفن، وتحديدا الفن الإبداعي. الإنسان معرض إنه هو يتعرض يعني الإصابات، سواء كانت المرئية وغير المرئية، والغير المرئية أصعب في التشخيص وأصعب برضو في العلاج. تجربتي أنا اكتشفت إنه أكثر واحد يشوف ويفهم في الجراح الغير مرئية هو الفنان، وكان يعني له الأثر الكبير في الاستشفاء والعلاج وال يعني النهوض من جديد، تمام. وكان هذا بفضل الله ثم بفضل الفنان، وتحديدا الفن الإبداعي، لأني أنا عشت في البيئة نفسها. كل إنسان يكون عاش في بيئة، الفن اللي موجود فيه هو يساعده في خصوصا الأصيل، يساعده في فهم كثير من الأمور وعلاج وتحسين وضع القائم. ممكن أي شخص من بلد آخر أو من ثقافة أخرى لما يطلع على فنون أخرى ما حيفهم حاجة، تمام، أو حتى ممكن ما يستصيغها أو يراها نوع من التخلف. ولكن الإنسان دائما هو ابن بيئته، والثقافة اللي نشأ فيها هي اللي تفيده ويستفيد منها، تمام، على مدار حياته. يعني طالما نشأ فيها فهي مرتبطة به لحد آخر يوم. والفن الإبداعي من الفنون اللي استفدت منها كثير، مش بس من ناحية أني أنا يعني حصلت على الاستشفاء، ولكن برضو تعلمت منها كثير من الأمور الفنية والإدارية. خليني أنا أذكر يعني أحد المصادر اللي أنا بحثت فيها وتعلمت يعني إن الفن كيف يكون يعني يساعد اجتماعيا وحتى طبيا. يعني طبيا مش بمعنى الحسي ولكن المعنوي، تمام. ففي كتاب لشوقي عبد الحكيم بيتكلم عن الشعر الشعبي في الكوري، دراسة ونماذج. هذا كتاب أنا أنصح به إنك تقرأه وتشوف كيف كانت الحياة الاجتماعية تعالج يعني الحالات اللي فيها بدون أطباء بدون أي حاجة، وكان علاج يعني فعال، تمام. اليوم الشخص لما يروح لطبيب نفسي او اخصائي اجتماعي هو بين 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 احد الامرين، يعني يا انه الطبيب يحكم عليه بالجنون، او انه الناس تجننوا لانه راح لطبيب فيقولوا مريض معقد الى اخره. زمان، وهذا اللي يميز الفن، انه كان يعالج الناس بدون ما يحكم عليهم ان هم مرضى، تمام. واللي ما عنده إشكال كان بالنسبة له مناعته تكون أقوى، وفيها الحكمة وفيها الأدب وفيها التعليم الاجتماعي وفيها النصيحة وفيها كثير من الأشياء اللي صعب يتم حصرها، ولكن هي مرتبطة ببيئتها. فكل فن هو مرتبط ببيئته. من الفنانين اللي أنا استفدت منهم على رأسهم الفنان محمد الحازمي. محمد الحازمي عنده استطاعة يعني متميزة في الاستشفاء في الجراح. طبعا الشخص اللي عنده جراح أصيبة، هذا محمد الحازمي متميز فيه. أنا استفدت منه شخصيا، أكثر شخص استفدت منه هو محمد الحازمي.
كنت يعني أستفيد منه بشكل كبير، تمام، حسيا ومعنويا. ومن الفنانين اللي أنا سمعت لهم وتعلمت منهم، طبعا اللي كان مطرب فيهم والواحد ينطرب بسماعه هو أكيد عبد الحكيم الرويسي، بلبل ينبع، الفنان الواحد يقول هو فنان، أحمد دوش كان فنان بمعنى الكلمة، الشخص اللي يكون في أكثر من مجال ويتعلم أكثر من لغة، هذا تتعلم منه الترجمة، وأنا تعلمت الترجمة من تميم الأحمدي. المعلمة كمان لها أصول، فلما تكون مدير كويس لازم تفهم الأصول الإدارية. الأصول الإدارية بالفن أنا تعلمتها من محمد ذهبان. محمد ذهبان شرح لي الفن الإبداعي كله في 5 دقائق، وهو ثاني واحد أتعلم منه حاجة في 5 دقائق. أنا تعلمت البرمجة على يد واحد برضو يعني من نفس البيئة، علمني البرمجة في 5 دقائق. محمد ذهبان علمني الإدارة في 5 دقائق. أنا في ناس كثير تعلمت منهم إدارة، محمد ذهبان علمني إدارة في 5 دقائق، ولحد اليوم أنا مستفيد من هذه، من الشيء اللي أنا تعلمته من محمد ذهبان. برضو المعلمة ما يحتاج تروح تقرأ نظري، تروح تتفرج، تروح تشوف معلم عبد الحكيم الرويسي، تشوف معلم قدامك تفهم إيش معنى إدارة، تشوف معلم قدامك تعرف انك انت ما تنفع تصير مدير. اذا ما حتعرف تصير زي عبد الحكيم الرئيسي لا تكون مدير. شوف معلم تاني ابو سبعة، تمام، شوف المعلم مش بس كلام، المعلم اسلوب. فلما تشوف اسلوب ابو سبعة تعرف ان المعلمة فن. وعلى يعني دائما آخر شيء هو أهم حاجة، إنك تتعلم الصنعة. طبعا بعد ما الواحد استفاد وهذا يبغى يعرف إيش الفن هذا، إيش تاريخه، مين فيه ومين هذا، خلاص الواحد ما يطلع من شيء استفاد منه. فعمرو راوي مصر كان الشخص اللي أنا شفت فيه الصناعة معه، تمام، شفت يعني العازف وصانع لما يكون تستفيد منه الاثنين، تستفيد منه انك تشوف الصنعة وتشوف العزف، والأهم من كده تشوف ايش معنى الإنسان لما يكون غني. الغني مش اللي معاه، الغني اللي ما يحتاج. هذه تجربتي مع الفن، وهذا تجربتي مع الإبداعية، وأنا أتمنى إنه الفائدة ما تكون محصورة، ما يجي أحد يجي يقول والله هذا حقنا وهذا حقنا. يا أخي كله في النهاية حق الله، كل واحد حقه معه، الشيء اللي يفيد الناس هو اللي يمشي، هو اللي يجلس، هو اللي ينتشر، والشيء اللي ما يفيدهم هو ما يفيدهم حتى لو كان حقهم. السلام عليكم ورحمة الله.